لباح لحو حكرت الليل نمان قرانين. الجاهل لا يفرق بين البعرة والتمرة. نك جاهل ك تمر يمك لا يقانه إيا تمر تمر إيا سالمك لا يقان. ابن حزم يقول وأصناف الحمق أكثر من أصناف التمر. دقون نمد الدبال نمد النوعية ذيذو أنت قيوة ذيك لا توي كبر أنت تمر النوعية ذي. ثم أعلم حدوك أنه ينبغي لكل طالب علم إن يوهبون في أرضي والبو علم ضلبها أن يقرأ وآخر ويحفظ شقق هذه الرسالة رسالة يرتن صور لما منهج المتعلم ويطالعها وإيش أمر ويستعملها واستعماله كل رقم أجد في كل زمان حل كست أو تقرأ عليه الغد الأخصو وحسس المواد هذه علم هذه ويستمع ودقيش ويحفظ ما سمع حقا نؤوق بتوح مقلي هذي واحد أول هل من أدوش كقبض قراءة ذي دقيس كذا بدي هل قود الأخري أذوق آخري وأجد أن بوحكون أتكون غنيس شو بحفظ أما واحد حفظين لأن من لم يعرف نك أن قرنين شرف العلم علمك شرفتيسة وعظمه وعظمه وين كيس أن قرنين وسعادة أهله يددك علمك لا إن ببادو يقبلني ما ذا إيا أيام بني ذا يا وعظم شأنهم يا حالات وذا وين كذا درجة وذا لو جدا شأنه هنا في الدنيا والآخرة لم يجد مدد عليه مدد عليه شيء قر مدها ديسا ما كات قرانا يسو لباح لحو حاكر الليل نمان قرانا ينين. الجاهل لا يفرق بين البعرة والتمرة نينك جاهل كا تمر يمك لا يقانو إيا تمر تمر يا سالمك لا يقال. ابن حزم يقول واصناف الحمق اكثر من اصناف التمر. دقون نمد الدبال نمد النوعيه ذيذو انت قيوة ذيك لا توي كبر انت تمر النوعيه ذيذو. مركز الشيء ان تراديسو وحاكوه الرئيس ان تقرنيسو. لان من لم يعرف عفوا لم يجد مد ذا ولم يسعى رغم الى تحسين علم هرجلي ولم يصبر ذو الغضن على المشقه لباتة فيه في طلب العلم ولم يحصل مراده وتشدد سن هرجلي ميسو اما ولم يحصل مراده مركا عليس مال على ولم يصل مجاره مقصود ودن طولنا مجاره لان من طلب شيئا نك علم هذه اما شيء طلبه ولم يعلم حقا ان انقرني كيفيه الطلب يقاب كل يور هذين لا وحبات دونيسا ما نقرني صديقي وضد اضم مرلين ولم يعلم حقا ان انقين انقرني ممن يطلب ذلك الشيء يا لقد الباد شيء اسغا معلومه لقد راديا مس عامه ولم يباشر اسبابه اسباب سن ان لا باشرون ان سبب علم لو هلا ان رد قبنين لم يصل مراده ما غاره البته قبي اهم شيء وين قرته وضد الله مر لها أسباب تلقوها إلها هذه قرنيس مركز وقير قليا مركز حوية وإن لها الإرادة إرادة إرادة جازمة وإن لها له إرادة جازمة وإن لها له يقدر شيء يقول لبدا سقود قد ما يسر ما كل شيء قد ما يسر ما يحب من إرادة جازمة إيو وقدرة تامة على الإرادة شيء أدوني سو حاجر هذا أول ذكر شيء أول كرتو حاجر هذا دوني مركي لكن دونت يا أود سراعان يا أود فيركلا لابد من قدرة تامة وإرادة جازمة إرادة جازمة هين حديث النفس بس كان نقول خاطر وي وهاجس وأماني وي وإن ربطان رب شيء قاعد ربطه مدك عليه أود نقول هذا الشيء قاعد قبطه دونيس مركز فالك ولا مستر مياه مركز واجز سبب فالوحو قدعا وهول كتما دا من إرادة جازمة وقدرة تامة مد والبوا جزء الصواب مد كوتها دان لهلين هل من الدين لكي كران لهين ورقة مرة ما يسترمي وأما من يطالعها نينك مطالعي الرسالة دا إيش أمريا ووقف حق كد الجوكس على عظم العلم وأهله علمك وين كيسي يددك علمك حنبار سنقيمه هو دا وعرف قرت كيفية تحصيله إجمالا علم يصير له الجنة الله برنا سجود إلا هذا فن يقول شو كما هذا عقا الله علم الشرع يصير الله برنا الله وصل إلى مراده حجاريا وشددسي ونال حجاريا مقصوده مراد كيسي بعون الله تعالى إلهي كالمدس حجاريا إن تصنع وأسباب الله إيمانا إنه وإلهي ونفسحه
ولذلك شو اسمه تيم حيد هذا صلب تام أو رميسر مجرو أو فل هرجلية إلا مشيئة الله. ولذلك من عقائد المسلمين ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن.